نادي الإسماعيلي. كابتن حماد برحب بيك. حبيبي كابتن كامل، أنا وسهلا، تحياتي ليك يا كابتن. الله يسلمك. تحياتي لك كابتن أحمد. حبيبي يا كابتن، عامل إيه أخبارك؟ كابتن حماد، يعني خسرتوا نقطتين امبارح ولا كسبتوا نقطة بالتعادل مع بيراميدز؟ والله يا مباراة كانت مهمة ومباراة كبيرة بين اثنين مدربين كويسين يا كابتن سام، فمباراة كانت سجال رايحة جاية بيننا وبين بيراميدز. عملنا أداء بشكل مرضي جدا، الشوط الثاني شكل مميز جدا لينا، ولعيبة كانت واقفة كويسة واشتغل بشكل كويس. طبعا انك انت تبقى خسران مرتين في المباراة وترجع للمباراة دي كانت حاجة مهمة جدا للعيبة. انت خسران كمان انت ناقص 11 لعيبة وتقدر ترجع المباراة في الاخر، فدي كانت حاجة كويسة، وكنت تقدر في عدد من الفرص انك انت ممكن تخلص المباراة. وفي نفس الوقت بيراميدز برضه عمل نفس المحاولات وعمل محاولات كويسة. لا هي كانت مباراة كويسة، يعني تتبسط وانت قاعد تتفرج عليها، فدي حاجة كويسة، وكانوا فريقين كبار. لكن الحمد لله توفيق ربنا ان احنا نطلع ببونت في الاخر، يعني ان احنا نتعادل. فانا بقول ان يعني كنا ممكن نقدر ناخد الثلاثة بونت واحنا مرتاحين، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني عبد الرحمن مجدي والأزمة اللي أثيرت خلال الفترة الأخيرة، هل ده من يعني في حالة استمرار الجهاز الفني للإسماعيلي في الموسم اللي جاي، هل ده ممكن يعني يأثر على استمرار عبد الرحمن مجدي في الفريق في الموسم اللي جاي؟ والله يا كابتن اسلام لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش ايه اللي حصل، هو كله كلام يعني موجود على الميديا، لكن طبعا في تحقيق الاتحاد الكوره عامله، ولسه ما نعرفش نتيجه التحقيق، او لسه التحقيق ما اتعملش. فلما نشوف بس الوضع بعد كده نقدر نقيم احنا الامور، بعد كده نقدر ناخد القرار اللي يناسب الموضوع طبعا. وفي الاول وفي الاخر لازم تبقى قادر تقرا بس المشهد ايه اللي حصل جوه الموضوع، لان مش لازم يتحكي لك ويتقال بشكل طبعا يبقى فيه صدق شويه عشان تقدر تحدد اللي انت هتعمله. لكن في الاول وفي الاخر ان عبد الرحمن يطلع يقول ان هو كان الوضع ان هو كان بيعمل حاجه زي كده بحسن نيه او بوضع ما نعرفش طبعا ايه اللي حصل، لكن هو ممكن يبقى الولد معاه صدق، فما تعرفش هتحدد الامور ازاي يا كابتن سام. لازم يبقى فيه تحقيق ونعرف ايه اللي موجود في التحقيق، وبعد كده نقدر ناخد القرار عليه ان شاء الله. المباراه اللي جايه مع مين يا كابتن حمد؟ النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يوم 11 الاربعاء اللي جاي ان شاء الله. طيب هل في معسكر هيكون يعني قبل مباراه النادي الاهلي مثلا 48 ساعه ولا بنسبه كبيره كابتن سامي هيبقى في قبل المباراه 48 ساعه؟ دايما احنا بنعمل معسكر للعيبه وده المعتاد معانا، يعني ان شاء الله، لان احنا مسافرين اسكندريه فالمباراه تبقى برضه هناك، فتبقى محتاج انك انت تروح قبلها بيومين بحيث انك انت اللعيبه تبقى في حاله تركيز، وان شاء الله نقدر نشتغل ونشتغل بشكل كويس ان شاء الله باذن الله عشان نقدر نعمل حاجه فيها، وان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه يا رب ان شاء الله، ويبقى التوفيق معانا باذن الله. هل في غيابات عن الفريق ولا الفريق مكتمل؟ والله الحمد لله كل الناس موجوده ما عدا بس الطرد الاخير حسين اللي هو حصل في ماتش بيراميدز، ولكن كل الناس موجوده والناس بتتمرن بشكل كويس جدا، وفي منافسه كبيره جدا، اللعيبه كلها عايزه تدخل وعايزه تشتغل، ودي حاجه من الايجابيات اللي موجوده جوه الفرقه وانت في نهايه الموسم، ان كل اللعيبه بتبقى عايزه تدخل وتشتغل، دي حاجه كويسه جدا وحاجه تحسب لهم يعني كابتن حسين. كابتن حمد، كل التوفيق لفريق الاسماعيلي عموما في مسيرته في الدوري الممتاز. الاسماعيلي كان بيعاني في الفتره اللي فاتت قبل تولي ايهاب جلال المسؤوليه، لكن قدر ايهاب جلال انه يعيد جزء من هيبه الاسماعيلي، وجزء من هيبه الاسماعيلي لان الاسماعيلي فريق كبير من المفترض ان هو يكون متواجد ضمن المربع الذهبي او ضمن الثلاثه الكبار، ولا يا كابتن احمد؟ لا بامانه طبعا كابتن ايهاب، خلي بالك من يعني المدربين اللي هو بيروحوا الاماكن بشكرك كابتن، بيروح الاماكن وبيحط بصمه، دايما بيحط بصمه، يعني بصراحه ما فيش نادي راح فيه كابتن ايهاب الا ما حط بصمه. واخر كمان حاجه الاسماعيلي، وان هو كمان مع الخبرات والوقت بيتعلم من اخطائه، يعني لما راح الزمالك في الفتره بتاعت الزمالك اول ما نزل في الملعب كان عاوز يبدا كره من تحت ويشتغل شغل الاستحواذ والكلام ده كله، في الاخر انت ما اسعفوش الكلام ده. لكن دلوقتي مع الاسماعيلي هو في موقف صعب، اهم حاجه كان بالنسبه له ان هو يكسب ماتشات، يعني خلي بالك اللعيبه دي
كانت موجوده السنه اللي فاتت او اول السنه لما كان مدربين تانيين، وكان فعلا الاسماعيلي كان بيعاني، لكن هو الراجل بصراحه راح وطور اللعيبه كمان وخلى اللعيبه كلها عاوزه تبقى موجوده في الملعب وتكسب. فهو بص على المكسب ومبصش على الاداء دلوقتي في الوقت الحالي، لان طريقه كابتن